اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. في هذه الحلقه اخترنا لكم موضوعين. الموضوع الاول سنناقش فيه الصعوبات التي يواجهها اليمنيون في المطارات ومعاناه الراغبين في السفر للخارج لغرض العلاج او الدراسه، بدايه من الحصول على جواز السفر وتاشيره الدخول وانتهان بالمعامله السيئه التي يعاملون بها في المطارات. اما في الموضوع الثاني من الحلقه فسنناقش الصعوبات التي يواجهها اليمنيون اصحاب الزيارات العائليه في المملكة العربية السعودية. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم لمناقشة المحور الأول لهذه الحلقة نتابع التقرير التالي والذي أعده الزميل عمر النهمي. باسم وزير الخارجية يرجى من جميع المختصين السماح لحامل هذا الجواز بالمرور مع تذليل أي صعوبات تعترضه وأن يبذل له العون ويحاط بالرعاية عند الاقتضاء. تبقى هذه التوجيهات المكتوبة في الصفحة الأولى من الجواز اليمني مجرد كلمات على ورق تماما كالحكومة التي كتبتها، فحامل هذا الجواز لا تذلل له الصعوبات عند مروره بالمطارات، بل يذل المواطن اليمني الراغب بالسفر إلى إحدى دول الخارج بغرض العلاج بالتأكيد لا بغرض السياحة. تبدأ معاناته منذ التفكير بالسفر بداية من الحصول على تكاليفه الباهظة، ثم صعوبة الحصول على جواز سفر والذي يستغرقه أسابيع، ثم يأتي بعد ذلك الحصول على تأشيرة دخول للدولة المنشودة، مع العلم أن كل دول العالم تمنع دخول اليمنيين إلى أراضيها إلا بتأشيرة دخول عدا دولة السودان. هذه التأشيرات أيضا لا يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس. المملكة الأردنية مثلا والتي يقصدها أغلب اليمنيين لغرض العلاج تشترط للحصول على تأشيرة الدخول أن يكون خاليا من الأمراض، وكأنه يريد الدخول إليها لغرض السياحة لا من أجل الحصول على العلاج الذي لا توفره بلاده. كثيرة هي قصص المعاناة التي يعيشها اليمنيون في المطارات، ولعل أكثرها وجعا قصة مؤيد الحميري الذي توفي في مطار الملك علياء بالأردن بعد أن صادر أمن المطار أدويته وألقاها في سلة النفايات تاركين إياه ملقى على وجعه حتى الموت. الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الخارجية والسفارات اليمنية في هذه الدول تقف أمام معاناة أبنائها وتعنت المطارات بحقهم مكتوفة الأيدي، ليبقى المواطن اليمني عالقا بين صرخة وجعه وصمت حكومته. إذا تابعنا التقرير، محورنا الأول في هذه الحلقة عن معاناة اليمنيين والسفر إلى الخارج. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف وأيضا من خلال التعليق في صفحة القناة على الفيسبوك. لدينا اتصال الأخ عبد الرحمن من الأردن. أهلا بك عبد الرحمن. أهلا وسهلا. عبد الرحمن، بما أنك أنت مسافر خارج البلاد، باعتقادك الآن ما هي أبرز الصعوبات التي يواجهها اليمنيون الراغبين بالسفر إلى الخارج؟ نعم، انا هنا وسافرت قبل سنه ونصف اعتقد، بس يا استاذ احنا لازم نبدا من قبل السفر، يعني الصعوبات تبدا من قبل السفر. اكثر صعوبه تواجه المسافر هو عدم فهمه للسفر نفسه، يعني ما يكونش على اطلاع مثلا على ايش تتطلب الوجهه او الدوله اللي راح يسافر لها. هذه نقطه. النقطه الثانيه والمهمه انه كثير يسافرون بالبركه. في قوانين تستحدث في كل دولة، وهنا المشكلة تكون في مكاتب السفر من خارج البلد المضيف، ما يكونوش على اطلاع بهذه الاستحداثات، وقصدهم بس يقطعوا أكثر كمية من التيكت أو التذاكر. ما يهمهم مش مسألة المسافر يوصل يتعرقل أو ما غيره. ثالث شيء، لليمني المسافر إلى أي بلد في العالم لازم يكون عندك تيكت فيه ذهاب وعودة، وهذا ما لم يكون مقيم بنفس البلد المتوجه إليها. هذه مشكلة تواجه الكثير، وأنا أستغرب يعني كيف السلطات في المطارات اليمنية نفسها إنها تسمح بسفر شخص عنده بس تذكرة ذهاب، وهم عارفين إنه بيتحمل مسؤولية وقت الوصول وقد يواجه أشياء كثيرة. لا أعتقد، أعتقد الآن كل التذاكر اليمنية تدفع الناس في اليمن تذاكر ذهاب وإياب، يعني حتى وإن كان لديه إقامة في الخارج. الآن اليمنية وهي ربما الناقل الوحيد للمسافرين من داخل الوطن لخارجه، هي تدفع الناس تذاكر ذهاب وإياب. يمكن هذا حالة استثنائية، بس إنه كمان من قبل ما كانش يحصل هذا الشيء. تمام، هل أنت فكرت بالسفر والخروج من الأردن؟ أنت تقول أنك سافرت ربما قبل عام ونصف، هل فكرت بالسفر وكيف كان التعامل مع الجواز اليمني الذي تحمله وأحمله أنا أيضا وكلنا؟
ما هو يا أستاذ أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة للتوعية قبل كل شيء. يعني أنا كشخص مثلا سافرت سفر طبيعي جدا، فسافرت ودخلت على الأردن بتعامل سلس، يعني ما صار أي صعوبة فيه. قبل عام ونص دخلت أنت؟ قبل عام ونص. الآن هل تغير شيء؟ هل سافرت من فترة قريبة؟ لا حاليا ما سافرت بعد ذلك، لكن أعتقد أنه في تغيير كثير يعني صار. أنا بقول لك يعني أنه لازم يكون في يعني بيكون في استحداثات قوانين جديدة. يعني أنا سافرت قبل ما أنهم يصدروا قانون إقامة أو عمل فيز، فاستحدثوا القوانين الجديدة هذه. في ناس ظلها على نفس التفكير وبدها تسافر، يعني تشي تسافر مرة ثانية بنفس الطريقة الأولى، لكن لا بعيد. طيب الآن بالنسبة للأردن بعد ما حدث مع مؤيد الحمري، ما هي شروط دخول يمنيين؟ هل أصبحت بتأشيرة؟ هل ما زالت الأردن متاحة كمحطة ترانزيت؟ يا صديقي الأردن متاحة كمحطة ترانزيت زيها زي أي دولة في العالم، ما تخرج من المطار، هذا أول شيء. وفي أكيد يعني أنت المشكلة الأكبر يا أستاذ أنه أنت تحمل جواز يمني، هنا المشكلة الأكبر. بما أنك تحمل جواز يمني فأكيد مليون في المية راح تعاني صعوبات كثيرة. هذا الشيء هو اللي جلبوه لنا السياسيين، يعني السياسيين بيسافروا جوازات دبلوماسية عادية، فأكيد أمورهم بتكون سلسة طبيعية جدا. مش الدبلوماسيين بس، يا ريت أن الدبلوماسيين ونساءهم وأطفالهم من يحملوا الجوازات الدبلوماسية والخاصة. أصبحت الجوازات الدبلوماسية والخاصة تمنح لكل من هب ودب ومن دفع ربما، لذلك هم لا يشعروا بمعاناة المواطنين البسطاء الذين يتعرضوا للذل في المطارات ربما. شكرا لك عبد الرحمن، لدينا اتصال آخر. شكرا لك. حسين من ألمانيا، أهلا بك حسين. مرحبا حسين، نتحدث عن الصعوبة التي تواجه المواطن اليمني الراغب بالسفر للخارج، هل لديك تجربة وما تعليقك في هذا الموضوع؟ أولا أشكركم على إتاحة الفرصة هذه للمداخلة معكم. اليمني أكبر إعاقة أمامه في رحلته في السفر أو في سفره إلى الخارج يكون أول المعوقات أمامه كونه يمني. طبعا التجارب كثيرة، أعتقد أنه أي يمني خارج اليمن أو عبر أي دولة سواء ترانزيت أو سافر للعلاج أو للعمل، أعتقد لاقى هذه المعوقات التي تقع أمامه. النظرة الاستثنائية، النظرة القاصرة لليمني كونه يمني، هناك قوانين تفرض في كل مطارات العالم اتجاه كل الجنسيات، فهناك قوانين أخرى تضاف باستثناء لليمني بحد ذاته كونه يمني. على سبيل المثال في مطار الأردن أو في مطار لبنان، أنا سافرت في 2012 وانت عارف يعني الإجراءات التي يجب اتخاذها للسفر للأردن كمواطن يمني. سافرت كل الأوراق سليمة وكل الأوراق التي يجب علي توفيرها للدخول لبنان كانت متوفرة لدي. أني وصلت الساعة الثالثة صباحا لبنان وتم احتجازي وتحقيق معي من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة العاشرة قبل الظهر، على أساس أنه لماذا دخلت ولماذا جيت. طيب حسين، برأيك لماذا المسؤولين اليمنيين لا يستشعرون هذه المسؤولية وحجم الذل الذي يتعرض له المواطنون في مطارات العالم؟ هل ربما هم لأنهم بعيدين عن هذه المشكلة، لأنهم هم وعوائلهم يحملون جوازات دبلوماسية وخاصة وبالتالي لا يدركون هذه المعاناة وما يحصل للمواطن العادي؟ السفارات والعمل السفارات ليس السفارات فقط، أنا أتحدث عن كل المسؤولين، عن كل من هم متصدرين موقع المسؤولية في اليمن، للأسف حاملي جوازات دبلوماسية والخاصة. هؤلاء لا يستشعرون أي معاناة للمواطن اليمني، هؤلاء يصلوا إلى مرتبة لا يتذكرون فيها إلا أنفسهم وعوائلهم وأبنائهم لا أقل ولا أكثر، لا يحركون ساكن اتجاه أي القضايا. أعتقد أن لا يخفيك هذا الشيء، وأنت كإعلامي متابع لهذه القضايا، متابع لقضايا الطلاب في الخارج، متابع للمسافرين في الأردن، للمسافرين في منفذ الوديعة، للمسافرين في كل دول العالم اليمنيين.
كثير من القضايا تعرض لها اليمني في مطارات العالم والسفارات لا تحرك ساكن، أو المسؤولين أو الدبلوماسيين أو أي جانب حكومي له علاقة بحل مشاكل المسافرين ليس له أي دور في هذا الجانب. أشكرك جزيلا حسين من ألمانيا. لدينا اتصال آخر من القاهرة، الأخ زيدان القرشي. أهلا بك زيدان. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا زيدان، برأيك ما هي الصعوبات التي يواجهها اليمنيون في مطارات العالم والراغبين بالسفر؟ يعني معاملة اليمنيين في المطارات معاملة مختلفة وسيئة عن بقية الجنسيات، حيث يتم احتجازهم من ساعات طويلة وتفتيشهم بطريقة سيئة ومختلفة عن بقية الجنسيات. وأكبر مثال طريقة معاملة مطار الملكة عليا في عمان المؤيد الحميري قبل 4 أيام، والتي أدى إلى وفاته بسبب طريقة معاملتهم السيئة. وحتى اللحظة لم تعلق الحكومة اليمنية وسفارتها في عمان وردنا عن طريقة عن الحادثة المؤيد الحميري، وأنا أحد من واجهت هذه الصعوبات قبل 1.5 سنة تقريبا في مطار الملكة عليا. تم احتجاز جوازاتنا بجانب أخي وجدي إلى تقريبا 4 ساعات، ومنعنا من السفر إلى دبي وإلى ماليزيا عن طريق الطيران الإماراتية. وتم احتجازنا في فندق المطار، وقبل 2 أسبوع تقريبا في مطار القاهرة تم احتجازنا لأكثر من 2 أو 3 ساعات في السلم الخاص. يعني يا زيدان، مثل ما يقول إخوتنا المصريين، أصبحتم سوابق أو كيف؟ يعني بيحتجزوكم ليش؟ هل هناك مبررات معينة؟ طبعا أنا أمزح معك، يعني ما تزعلش مني. ها لها عادي تماما، ولكن بس عشان نكسر جو المعاناه، يعني بين قوسين الجواز اليمني، هو بين قوسين الجواز اليمني وكونك يمني. لا، حتى نكون منصفين، ربما نوعا ما، هل يتم الاحتجاز ربما ان له علاقه الموضوع بالوجهه التي ستذهب اليها، مثلا انها اوراقك غير مستوفيه في مطار القاهره؟ في مطار القاهره بسبب الفيزا، رغم ان الفيزا امدت فيزا في السفاره المصريه في جيبوتي، وتم إحضار تقريرات طبية. وهنا في مطار القاهرة تم سئل عن مرة ثانية وتحويل إلى من الخاص، وبعد ذلك تم الإفراج عنا تقريبا بعد 3 ساعات. وفي مطار عمان احتجازنا لمدة 4 ساعات بسبب عدم لم يسمحوا لنا بالسفر إلى دبي وبرغة إلى ماليزيا، لأنه لم يعطونا الإشارة الفيزا حتى إلى الأردن، وعدم الاستجابة من السفارة اليمنية في الأردن لم يستجيبوا لنا. تمام. بعد تقريبا 10 ساعات تم إعطانا فيها من السفارة اليمنية. تمام، شكرا لك زيدان. اتصال الأخ عبد الله. أهلا بك عبد الله. مرحبا، كيف حالك؟ عبد الله، هل لك تجربة مع السفر في المطارات؟ وبرأيك ما هي الصعوبة التي يواجهها اليمنيون أثناء السفر؟ نعم، كان لي تجربة، وكنت يعني في نفس الطيارة مع عثمان الله يرحمه. ويعني تقريبا الصعوبات عثمان من تقصد؟ تقصد مؤيد في المطارات العربية يعني. عثمان من؟ عبد الله تقصد إيه؟ تقصد عندما قلت عثمان تقصد مؤيد الحميري؟ مؤيد عثمان الحميري، تفضل. ايوه نعم، فكنا في ما يعني في اليمن، وتأخرت الطيارة اليمنية تأخرت، كانت المفروض تقلع الساعة 7 صباحا، أخروها للساعة 2 ظهر، فما وصلنا الأردن إلا تقريبا الساعة 6، وكانت حالتها تعبة يعني. حتى لما كنا في اليمن كان يلا يعني يمسك نفسه فوق الكرسي. فلها أسباب كثيرة يعني، أولها من تأخير من شركة الطيران اليمنية، وأكبر سبب هو إغلاق مطار صنعاء، لأنه تقريبا سافرنا من صنعاء إلى أول مطار في عدن أو سيئون يكون السفر ما بين يوم أو لا نص يوم، يعني مستحيل أي مريض يستحمل هذه المدة يعني. طيب لو تختصر لي قصة مؤيد، بحكم أنك كنت مسافر معه بنفس الرحلة تقريبا، سافرتم سوية من صنعاء حتى الوصول إلى الأردن، ما الذي حدث بشكل موجز لو تكرمت؟ يعني أول شيء أكبر صعوبة هي يعني السفر البر، هذا المتعب، السفر البر والطريق ونقاط التفتيش وينزلوا ناس من فوق الباص والأسئلة، فهذا هو أتعب شيء السفر البر. وبعدها أول ما وصل التأخير من شركة الطيران اليمنية، أخرونا تقريبا 6 ساعات. ولما وصلنا لمطار الأردن تم تأخيرنا في المطار تقريبا ساعة قبل ما ندخل المطار، وبعدين فتشونا ورموا أي أكل وأي أدوية، حتى بعض علاجات الأطفال رموها في الزبالة، ومشاكل كثيرة يعني. حتى يتم استغلال اليمنيين، أول يمني يوصل لمطار الملكة عليا
ترانزيت يفرضوا عليه أنه يسكن في فندق حتى إذا كان 6 ساعات 5 ساعات، لازم أنك تروح فندق وتدفع 200 دولار، وهذا ما فيش أي مطار في العالم يلزموك أنك تسكن في فندق إلا إذا كنت أكثر من يوم، لكن في مطار الملكة عليا لازم تسكن في فندق حتى لو كان 4 ساعات 5 ساعات. يعني أصبح هذا نظام في مطار الملكة عليا؟ أصبح هذا نظام طبعا. وأعتقد أنه مثلا الطيران الاتحاد ليش ما أخذ مؤيد، لأنه أكيد يعني لازم يكون معه مثلا طلب من يعني يكون معه ورقة من مستشفى أو كذا، بس هي المشكلة في أنه إغلاق مطار صنعاء يعني والحصار، يعني هذه أول مشكلة، لأنه يعني تقريبا يخسر الواحد يوم لما يوصل لأول مطار تقريبا مثل مطار لا بالنسبة عدن أو مطار لا، لكن هي صحيح أنها مشكلة، لكن معاناة أنه ترانزيت مطار القاهرة ولا مطار عمان الملكة عليا هم المطارين فقط، هؤلاء المطارين الاثنين هم المحددين لليمنيين كمحطات ترانزيت، وهي معاناة موجودة حتى ما كان مطار صنعاء يعمل كان نعم كان مشكلة موجودة، لأنه لا يسمح الآن يعني لليمنيين بالتوجه بشكل مباشر، لابد يعني من العبور من مطار الملكة عليا يعني ومطار القاهرة بالباص أو نصف يوم يعني. صحيح كلامك صحيح، ربما مرينا نعم. كلنا بهذه التجربة والسفر والمعاناة نعم. طيب بالنسبة هل هناك أيضا نقطة أخرى تود الإشارة إليها بما أنك أنت سافرت من أكثر من مكان؟ لا هو أهم نقطة، يعني أنا سافرت تقريبا أكثر من دولة، لا توجد مشكلة مع الجواز اليمني في بولندا أو في ألمانيا أو في فرنسا، يعني مستحيل أن الواحد يتأخر ولا 5 دقائق، كل المشاكل اللي حصلها يعني في الأردن أو في مصر أو في سلطنة عمان، يعني الجواز اليمني لا يواجه مشاكل إلا في المطارات العربية فقط، أما في الأجنبية ما لا توجد أي مشاكل. ما أعتقدش إنه المطار الجواز اليمني يمشي في مطارات أوروبا يا صديقي. لا وصلت هنا يعني تقريبا تأخرت 3 دقائق، ولما دخلت بولندا وأخذت يعني طبعا الفيزا في 2 أسبوع، يعني مستحيل السعودية أو عمان أو أي دولة عربية ثانية تجيب لي فيزا دراسة لمدة سنة في مدة 2 أسبوع يعني. فالمشاكل اللي واجهتها أنا شخصيا. أنت تتحدث الآن من أمريكا؟ هي في البلاد العربية. أنت تتحدث من أمريكا الآن، لديك جواز أمريكي أكيد؟ لا لدي جواز يمني وأدرس حاليا في بولندا. أوكي تمام، بشارك الله خير، شكرا لك عبد الله، يعني بعت للناس شوية أمل، لكن لا أعتقد أن الجواز اليمني ربما السودان فقط الآن، يعني معنا السودان وماليزيا السودان وماليزيا، ونشكرهم على موقفهم اللساني معنا. قبل أن نذهب فقط لاستعراض بعض الفقرات، سأقرأ تعليقات من بعض المشاركين من خلال البث المباشر على الفيسبوك. الأخ عبد الكريم العزاني يقول من أصعبها هي البحث وراء التأشيرة التي تعرقل الكثير من المرضى بالذات، وسوء معاملة بعض الدول عند استقبالها الوافد اليمني وبالذات في الأردن، وإغلاق مطار صنعاء أكبر جريمة في تاريخ العصر الحديث لأنه أغلق وراء المرضى لأنهم أكثر فئة تسافر متضررة. أنا أقرأ المشاركة كما تصل. الأخ محفوظ يتساءل هل حقيقة فتح منفذ الوديعة أمام زيارة العائلة اليمنيين والفيز والعمل أم لا؟ ليست لدينا إجابة، لكن المحور الثاني سيكون عن الزيارات العائلية. أيضا الأخوة يتساءلوا، شكرا لهم، عن هذه الصعوبة التي نتحدث عنها والتي تواجه اليمنيون في المطارات. وصلتنا بعض الآراء والمشاركات من خلال واتساب نستعرضها. معاملة اليمنيين في جميع المطارات يتم معاملتهم بطريقة مختلفة وسيئة عن بقية الجنسيات، هذا يتم احتجازهم لساعات طويلة وتفتيشهم بطريقة سيئة ومختلفة، وأنا أحد من واجهت هذه الصعوبات، حيث واجهت معاملة نفس طريقة معاملة مؤيد الحميري الذي توفي قبل يومين في مطار الملكة عليا، حيث تم احتجازنا لأكثر من 4 ساعات في مطار الملكة عليا، وسحب مننا جوازتنا ومنعنا من السفر، واضطرينا بذلك الخروج إلى فندق المطار لأكثر من 12 ساعة تقريبا في المطار في فندق المطار. وآخر صعوبة واجهتها تقريبا قبل 2 أسبوع في مطار القاهرة، حيث تم احتجازي لأكثر من 2.5 ساعة في الأمن الخاص، وبذلك حتى الآن حتى الحكومة اليمنية وسفارتها في العمان لم تعلق على حادثة مؤيد الحميري، وهذا يستمر معاناة اليمنيين في المطارات. فيما يخص معاناة المواطن اليمني في السفر والتنقل، في نظري أن من يتحمل كل هذا هي وزارة الخارجية والنقل بدرجة أولى، غياب التنسيق مع بعض الدول منها الأردن وبعض المطارات أدى إلى هذا التعسف الذي حاصل واللي بنشوفه كله. في معاناة الحميري
هي مش أول معاناة أو آخر معاناة، والسبب كله في تقاعس حكومتنا والشرعية عن أداء مهامها فيما يخص المواطن. لدينا اتصال أخ محمد السامي، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا أخي سامي، مساء الخير مساعدين يعني المشاهدين. شكرا لك محمد. بالنسبة لك، هل لك تجربة مع السفر، وباعتقادك ما هي الصعوبات الآن أمام اليمنيين راغبين بالسفر إلى الخارج؟ على المستوى الشخصي، أنا آخر زيارة لي أو آخر سفر لي كان قبل الانقلاب الميليشيات الحوثية والعفاشية على الدولة في صنعاء، كانت قبل الانقلاب بأسبوع، لكن كثير من أصدقائي تعرضوا للكثير من الأحداث داخل مطارات الدول أثناء خروجهم من اليمن أو رغبتهم في العودة إلى اليمن. طيب، أعتقد إذا أتينا إلى الأسباب، أعتقد أن أهم أسباب هو دور التحالف حين تدخل في لإنقاذ الشرعية في اليمن ضد الانقلاب، لم يكن بذات المستوى الذي يمكن أن يخفف من معاناة اليمنيين. أغلق المطارات ولم يوفر البدائل الممكنة لكي تسهل عملية تنقل اليمنيين وخروجهم للعلاج للدراسة وعودة الطلاب من أماكن دراستهم. لا أدري ما السبب الذي مثلا يمنع الدولة السعودية أن تسمح بفيزة عبور لليمنيين. يعني صحيح أنه لا يمكن استيعاب القدر الكبير، وهي مشكورة أنها استوعبت كثير من اليمنيين داخلها، لكن لا أعتقد لا يوجد مبرر أنها لا تسمح مثلا بفيزة عبور من الأراضي السعودية إلى اليمن. صح، وهذا سؤال يعني مطروح بحق كل دول التحالف العربي، لماذا لا تخصص كل دولة في مطار من مطاراتها؟ صحيح، محطة ترانزيت لليمنيين، مطار في السعودية، في الإمارات، في البحرين، في الكويت، في قطر، في السودان، في مصر، ربما هي السودان وماليزيا الآن فقط التي تتيح الفرصة اليمني للدخول إليها بدون تأشيرة، إلى جانب أنه مصر والأردن هي المحطات الترانزيت المسموحة، واليمن يعانون هناك كثيرا. طيب، بالنسبة للحكومة الشرعية، هل تعتقد أن بيدها فعل شيء لوقف هذه المعاناة لليمنيين وللإعلام قيمة اليمني في المطارات؟ الحكومة الشرعية هي المسؤولة الأولى عن هذا الشعب اليمني، هي باعتبارها ذات الشرعية هي التي يفترض أنها تتواصل بالتحالف، هي المفترض أنها تضغط على التحالف لتوفير سبل الراحة لليمنيين وعدم تعرضهم لإهانة في مطارات العالم. ما حدث آخر موضوع في اليمن الذي هو للأسف من قريتي تعرض للإهانة داخل مطار الأردن، وجراء ذلك تعرض توفى وفقد حياته لأنه مريض كان يسعى للذهاب إلى الهند ولم يتم السماح له هناك بتلقي العلاج بسهولة، ولم يتم حتى الملحق الطبي بعكس ما قاله تصريح السفارة اليمنية هناك أنه لم يأتي إلا اليوم الثاني بعد إبلاغ السفارة هناك. هذا التسيم الإهمال من قبل السلطة الشرعية ومن قبل وزارة الخارجية ومن قبل السفارات والملحقيات في العالم، هذا دليل فشل ذريع لم نكن نتمنى أن يكون بهذا. ربما أطراف كثيرة تتحمل مسؤولية وفاة مؤيد الحميري المواطن اليمني الذي مات في مطار الأردن، ربما واحد من هذه الأطراف قد تكون الخطوط الجوية اليمنية. يفترض عندما طارت الرحلة من مطار سيئون أن يتم إبلاغ مكتبهم في الأردن أن هناك مريض في حالة خطيرة يتم استقباله بشكل استثنائي وخاص، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا جزيلا لك. هناك نقطة أخرى، موضوع أنه لم يتم السماح حتى لدخول عن شركات طيران منافسة لليمنية، واليمنية لا تملك سرب طائرات كثير، يعني لا تملك الكثير من الطائرات، هذا يؤدي أنه لا يوجد حجوزات كثيرة، لا يوجد مساحة أنه الكثير من المسافرين والكثير من اليمنيين يريدون العودة لبلدهم، يريدون السفر للعلاج، لا يوجد هذه الوسيلة للتنقل، لذلك يضطر الجميع أنهم يتعرضوا فوق الانتظار من حج للحج يتعرضوا لهنا في المطارات.
حقيقة يجب أن نشكر الدول التي تتساعد مع اليمنيين مثل ماليزيا، وهي الدولة رغم أنها ليست في التحالف العربي ولا يوجد ذلك العائد المادي الذي ربما تجنيه من اليمنيين، لكنها دولة وشعب متسامح جدا ولطيف جدا مع اليمنيين، وهي استقبلت عشرات الآلاف منهم في هذه الحرب. فعلا شكرا لمالي، أشكرك محمد وشكرا لماليزيا، وأيضا الشكر أيضا للشقة في السودان. كريمة من تعز، أهلا بك كريمة. أهلا بك سامي، تحية لكم ولبرنامجكم الذي يهتم بطبيعة المجتمع والناس ويشاركهم همومهم ومشاكلهم. شكرا. بالنسبة للصعوبات التي تفضلي. بالنسبة للصعوبات التي يواجهها المواطن اليمني في شركات الطيران فهي كثيرة، ابتداء من قطع الزواجات في المنشآت الخاصة بذلك والتي بات إخراج دول السفر فيها من أصعب ما يمكن، سواء من حيث الإجراءات المصعبة أو الرسوم المعينة التي يرتفع سعرها أضعافا، وعمليات النصب التي تتم داخل مقر المنشآت يأخذ الموطن وقد دفع منها. طيب هذا الكلام تتحدث به أنت من داخل تعز، ويتعز يفترض أنها محررة الآن، هل عن تجربة حصلت لك، هل ما زال يتم التلاعب أيضا بموضوع الجوازات داخل تعز، أم وفق ما تسمع من الناس في محافظات أخرى ربما؟ مش عن تجربة خاصة لي، لكن الوضع واضح سيخرج جوازه بعد عناء وكلفة طبعا، ولا سيما إن كان مريضا ويحتاج للسفر بأسرع وقت، وفي حال إنجاز معاملة استلامه بطرده يقال له أنه قد تجاوز صعوبات كثيرة. يفاجأ بشركات الطيران في اليمن الوحيدة اليمنية للطيران والتي تحتكر الأمر لها في ظل عدم وجود طيران غيرها، غير أنها لا تمتلك غير طيارتين فقط ومطارين وحيدين فعلاً هما مطار عدن وسيئون. جعل من هذا كله أستاذ سامي هناك ما هو أدهى وأمر، حيث أن الطيران اليمني لا مواعيد له، يذهب المريض لحجز رحلته بعد الصعوبات التي واجهها يبدأ رحلة المماطلات، وعدم المبالاة المواطن المسكين والذي لا يدري من أين يلقاها. بعد حجز الرحلة بموعد معين يتم تأجيل الرحلة من موعد إلى آخر وإلى أجل غير مسمى. بل أن هناك أستاذ ثاني ما هو أوجع من هذا كله، قضية العائدين اليمن عبر مطارات أجنبية لا يستطيعون الوصول لمواطنهم كما هو متعارف عليه. لأنه ببساطة يا كريمة يتم التلاعب بحجوزات سفر المواطنين البسطاء لصالح من يدفع فلوس أكثر ويؤجل حساب البسطاء. مشكلتنا مع المسؤولين هم يعلقون في المطارات لفترات بسبب شركة الطيران اليمنية لا مسؤولة وتهاونها بهم، بالذات أولئك الذين يقفون ترانزيت في مطارات أخرى غير أنه يصل لمطار إحدى الدول سيغادر بعد 4 ساعات مثلا أو حسب حد دول الرحلة، فيصدق أن الرحلة تأجلت دون سابق إمداد أو أن رحلته أبتاعها الطيران لمن يدفع أكثر كما قلت. كيف سيكون وضع هذا المواطن؟ هذا المواطن المغلوب على أمره، قد يكون مريض، قد يكون صاحب ظرف طارئ، قد يكون لا يملك المال، هو لا يريد شيء غير حقوقه المشروعة، يعلق في مطار دولة لا يملك فيها تأشيرة نكوص حتى اليوم الثاني. هنا تمارس عليه الظلم والتهميش ويعامل معاملة قد لا يتحملها وكأنه مسافر غير شرعي، وهو لا ذنب له سوى أنه يمني وسفارته غافلة حطت من قدره وسلبته حقه من الكرامة. أشكرك كريمة، شكرا جزيلا لك كريمة. فقط لم يعد لدينا كثير من الوقت، لن نذهب لقراءة بعض المشاركات والتعليقات التي وصلتنا حول هذا الموضوع من خلال الفيسبوك. الأخ خالد يقول: المعاناة التي يواجهها اليمنيون في كل مطارات العالم والمنافذ البرية والبحرية لا يستطيع أحد سردها، الموضوع يحتاج إلى طرق أبواب الجهات المسؤولة عن ذلك. حادثة مؤيد في مطار الملك علياء، نطفة في ماء البحر، معاناة كثيرة تبدأ من تأخير متعمد للقادم من اليمن عبر أي منفذ وتنتهي بمصادرة هويتك كيمني. نجيب يقول: ما فيش أدنى اهتمام من الجهات الرسمية، طبيعي معهم جوازات خاصة أو دبلوماسية. مشاركة أخرى: نبيل النجار، أول شيء كل الطيارات تشوفهن واقفات ويجيبوا لهم الخراطيم وينزلوا الركاب لاستصالات واليمنيين لفوق الباصات، وبعدين يعاملوك باستفزاز واحتقار لأبعد حد في الأردن، يأخذوا عليك العسل والعلاج وكل شيء، ينعثوا ثيابك نعث، معهم غرفة ملان حاجات من حق اليمنيين لمن تشي تغادر أي دولة، يتعذرك ألف عذر، وأحيانا يرجعوك من المطار وتدفع غرامة ولا تقدر تفتح فمك. أحاول أن أغير الكلمات بس أحاول أقرأ البوستات كما تصل. زكريا يقول:
أحبس لقي اليمني الموت في المطارات وليس صعوبات فقط. باعتقاد قيمة اليمني المتدنية بسبب إهمال المعنيين في الخارجية جعلت من الأشياء الممكنة للغير صعبة لليمني. مشكلتنا مع الخارجية ومشكلتنا مع الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي ربما هي تمنح للمسؤولين ولعوائلهم، وبالتالي هم لا يذوقوا هذه المعاناة التي يعاني منها المواطن البسيط، لأنه يدخل من بوابة خاصة ومن صالة خاصة. لكن لو كان يسافر مع إخوته البسطاء ويدخل من نفس الصالة ويركب نفس الباص ربما كان يشعر بالمعاناة أكثر. وصلنا إلى المحور الحلقة الثاني والذي سنناقش فيه معاناة اليمنيين في المملكة العربية السعودية من أصحاب الزيارات العائلية والصعوبة التي يواجهونها هناك. ربما آخر تطور في هذا الموضوع عدم السماح لأبنائهم بالقبول في المدارس السعودية. سنناقش هذا الوضع وبإمكان التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف. لدينا اتصال أخ أبو حاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أخ أبو حاتم من المملكة العربية السعودية، لو تلخص لنا ما هي المعاناة التي يعانون منها الآن أصحاب الزيارات العائلية في المملكة العربية السعودية؟ أخي الكريم، أولا أشكر قناتكم وأشكر برنامجكم الهادف الذي يعني يناقش قضايا اليمنيين في الداخل والخارج. نحن مشكلتنا ليست مع قرارات المملكة العربية السعودية، فلكل دولة حقيتها انها تفرض القرارات التي تريد وتناقش وتفرض الامور التي تراها يعني مناسبه يعني لبلدها ولمواطنيها. لكن مشكلتنا الاكبر هي مع المسؤولين ومع المعنيين اليمنيين التي تركز في السفير في القنصل في الاخوه في السفاره اليمنيه في جده وفي الرياض، ما يعني ما يتواصلون ولا يحاولون انهم ايش انهم يكونون قريبين من المجتمع اليمني، من المواطن اليمني، من المغترب اليمني. في البارك اليمني المواطن اليمني سواء في السعوديه او في غيره يعاني من كثير من المشاكل. اخر مشكله التي توصى يعني التي وقعت على المغتربين اليمنيين منع ابنائهم من يعني من دخول المدارس. اذا كان عندك 3 ابناء 2 دخلوا في العام الماضي، اما هذا العام فيمنع عليهم الدخول إلى المدارس، سواء المدارس الحكومية أو المدارس الأهلية أو الروضات أو غيرها. وما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب التي قدموها؟ يعني في كل يعني ما في أسباب، هذه يعني أي مدرسة يذهب إليها المواطن اليمني يعني يريد أن يسجل أبنائه يقولون عندنا أمر من الوزارة، من وزارة التربية والتعليم بعدم قبول أبناء الزيارة العائلية. طبعا قرارات الوزارة أو قرارات الحكومة نحن كمواطنين يمنيين يعني ما نستطيع أن نناقشها. ناخذ هذا السبب ثم نخرج، لكن ليست عندنا اذن صاغيه ان تسمع لشكاوى اليمنيين. حتى المدارس الاهليه اخي الكريم، المدارس الاهليه اصبحت الحين مع غلاءها الفاحش الذي كثير من اليمنيين لا يستطيعون انهم يدفعون هذه الرسوم، لكن مع ذلك اصبحت لا تقبل تسجيل ابناء الزياره العائليه في المدارس الاهليه. طيب الزيارة العائلية الآن يعني السعودية من حقها إصدار القوانين والكل يحترم قوانين البلد الذي يقيم فيه، هذا أكيد. الآن موضوع الزيارات العائلية ممنوع لمن يحملون الزيارة العائلية لأبنائهم الالتحاق في المدارس، هل فقط الزيارة العائلية هذه ممنوحة فقط لليمنيين؟ هل اليمنيين فقط من يعاني من هذه المشكلة أم هناك جنسيات أخرى؟ لا أخي الكريم، ليس القرار ممنوع على اليمنيين فقط، لا بل على جميع الجنسيات. الذي يحملون هوية زائر، هوية زيارة يعني من يحمل زيارة عائلية أو هوية زائر؟ أنها هوية زائر أو الزيارة العائلية من جميع الجنسيات. طبعاً. طيب العام الماضي كان هناك داخل المملكة العربية السعودية أكيد ناس يحملون هوية زائر أو الزيارة العائلية، كيف تم التعامل مع أبنائهم؟ هل قبلوا في المدارس العام الماضي؟ كيف تم تسوية الوضع؟ العام الماضي قبلوا في المدارس، سواء المدارس الحكوميه او سواء الاهليه او سواء الروضات قبلوا في المدارس. هل قبلوا؟ حصل استثناء؟ ما الذي حصل يعني؟ كان في استثناء، كان العام الماضي في استثناء لليمنيين والسوريين. طيب ربما الان يحصل استثناء قريب. لكن القرار في هذا العام انه يمنع جميع ابناء الداخلين زياره عائليه من الدراسه. طبعا الجدد يعني الذي يريد ان يسجل ابنه جديد، اما الذي كان يدرس في العام الماضي والاعوام التي قبلها لا يسمح له يدرس. ها يعني المشكله فقط بالتسجيل الجديد الان، من كانوا يدرسوا العام الماضي يكملوا الدراسه بشكل سلس، لا مشكله. نعم نعم نعم، هو المشكله في الطلاب الجدد. لكن التساؤل، نحن يمنه ويسره نرى يعني مدارس مصريه، مدارس الباكستانيه، المدارس الهنديه، لماذا السفارة أو الحكومة اليمنية ما تسعى تفتح مدارس اليمنية لليمنيين؟
صحيح، هذه نقطة ربما قد تكون حل. ما الذي يمنع وجود مدارس يمنية تدرس المنهج اليمني داخل المملكة العربية السعودية تقبل اليمنيين غير المرغوب بهم في المدارس السعودية؟ نعم، أنا في الأسبوع الماضي كان عندي زميل مصري انتهت إقامته ما قبل أبنائه في المدارس، وكنت أسأل عن الحل، ما هو الحل؟ قال الحل بسيط، أذهب بهم إلى المدارس المصرية. قلت المدارس المصرية تقبلهم؟ قال تقبلهم المدارس المصرية حتى لو لم يكن عندهم إثباتات أو لم يكن عندهم جوازات أو غير وي. فنحن المشكلة عندنا أن نتشبث بالمدارس الحكومية أو المدارس الأهلية للمستطيع، ما عندنا خيار آخر، يعني نعاني الأمرين، التعليم في الداخل والتعليم في الخارج. والله هذه فكرة جميلة ما طرحتها، أن يكون هناك مدارس يمنية داخل المملكة العربية السعودية لو تسمح الجهات السعودية بإنشاء مدرسة، وهي فائدة أيضا للإخوة في السفارة والقنصلية والمستثمرين اليمنيين، يعملوا لهم مدرسة وطلبة طلب بنفس الوقت ويستفيدوا ويفيدوا المواطنين أيضا. أخي الكريم، القانون السعودي لا يمنع من افتتاح السفارة اليمنية أو أي سفارة دولية. لا، ليست تابعة أقصد للسفارة القنصلية، يتم عملها كمشروع خاص واستثماري. المدارس المصرية والمدارس الباكستانية والهندية وغيرها ما أشبه غيرها من الدول كلها على حساب الحكومات. أنت متأكد من هذه المعلومة يعني؟ نعم متأكد من هذه المعلومة، كلها على حساب. إذا كان هناك في رسوم فرسوم يعني بسيطة جدا، لكن السفارات هي المتكفلة بهذا كله. أقصد أنا كنت طرحنا المقترح حتى نشجع الإخوة في السفارة القنصلية، هم يهتموا بأي موضوع يكون فيه استثمار وبزنس، فبالتالي أنه لو لهم فكرة أنه من إنشاء تأسيس مدرسة، لأنهم لا يهتموا فقط للأسف غير بالإيرادات فقط، لا يعرفوا المواطن اليمني في الخارج إلا وقت الإيرادات فقط. أخي الكريم، السفير والقنصل والإخوة في السفارة ما يشعرون بهذه المعاناة، لأن أبنائهم يذهبون إلى المدارس يعني بطريقة سلسة ويعودون إلى المدارس باصات متخصصة، فهم لا يشعرون بهذه المعاناة. الذي يشعر بهذه المعاناة الذي هو العامل البسيط الذي أراد أن ينقذ أهله من اليمن ثم أتى بهم إلى السعودية، ثم صادفت هذه المشكلة أنه لم يسمح لأبنائه بالتعليم. أشكرك أبو حاتم، أنا مضطر لمقاطعتك حتى نشرك ما تبقى لدينا من وقت باقي المشاركين. الأخ أنور، أهلا بك. أهلا وسهلا. مشاركتك وتعليقك في هذا الموضوع حول الصعوبات التي تواجه ذوي الزيارات العائلية في المملكة العربية السعودية. أستاذ، أولا أحيي قناة بلقيس على هذا الاهتمام الرائع. شكرا. ثانيا، أنا أحد أبناء معي أبناء ونزلت إلى الخارج لكي أسجل أبنائي أستاذ في مدارس الخارج. أتفاجأ أنه ممنوع الزيارة لليمنيين والسوريين فقط، حتى لو في الحين في أي جنسية غير اليمن وسوريا جو جديد تقبلهم، إلا اليمن وسوريا فقط. فقط. طيب إيش عملت بعد ما رفض؟ هل مثلا حاولتم تتواصلوا مع الجهات اليمنية؟ والله يا أستاذ، حاولت أتواصل أنا مع واحد بالتربية أنه يعني يبغى امر نسجله حتى في مدرسه اهليه على حسابنا، يعني يعني فلوس ما قدرنا ندرسهم حتى في يعني بفلوس. طيب تقريبا المدارس الاهليه منع، يعني حتى موضوع المدارس الاهليه السعوديه لا تستطيع تسجل ابنك فيها، لماذا؟ لانه ممنوع التسجيل على اليمنيين والسوريين حتى في المدارس الاهليه نهائيا. والحين احنا معي اربع ابناء قالت بدون دراسه. طيب تواصلتم مع السفاره مع القنصليه، يعني ماذا ستفعل الآن؟ السفارة لم نتواصل معها، السفارة ما تقدر تسوي شيء. لو كانوا يهتموا بالموضوع بيهتموا بالموضوع من أول شيء. إحنا الحين نناشد عبر قناة بلقيس الفضائية، نناشد المسؤولين السعوديين، نناشد المسؤولين أصحاب السفارة، نناشد وزير يعني خادم الحرمين الشريفين أن يلفت لفتة كريمة لأبنائنا لكي يتم تدريسهم في هذا العام. نحن هاربين من اليمن أصلاً. أكيد هي المشكلة هذه، إنه اليمنيين هاربين من الجهل والتخلف. إحنا هاربين من الجهل ومن الجهل من اليمن، إحنا هنا لا دراسة لا باليمن ولا بالسعودية. إن شاء الله يتم الاستجابة لكل هذه المناشدات، وهي ربما نحن في بلقيس نعمل بواجبنا الآن، أتحنا هذه الفرصة للناس لعل تصل أصواتهم أيضا ربما في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك مناشدات كثيرة. الله أستاذ، إن شاء الله ان شاء الله تكون عبركم يا استاذ، لان بلقيس قناه الحقيقه وقناه تخدم كل الناس ان شاء الله. نحن نافذه من عده نوافذ، ربما هناك ايضا في الفيسبوك وسائل التواصل الاخرى هناك الكثير يتحدث عن هذا الموضوع، ربما نتمنى ان تصل هذه الاصوات للسعوديين حتى يتم تحت الفرصه لابناء
ذويها الزيارة العائلة بالدراسة في المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك أخي أنور. أيضا عن هذه الصعوبات التي نتحدث عنها وصلتنا مشاركات من خلال الواتساب نتابع. بالنسبة للصعوبات التي يواجهها أصحاب تأشيرات زيارة العائلية، فبصفة عامة عدم قدرتهم على استكمال الدراسة، بالإضافة إلى الإشكالية الجديدة والمتمثلة في رفع رسوم الوافد. لكن هناك فئة معينة من أصحاب تأشيرات الزيارة العائلية والتي كان دخولهم مرافقا لبداية الحرب، فكانت هناك تسهيلات كبيرة جدا، فبعضهم ليس لديه مستضيف من أقاربه، فيضطر أن يبحث عن أي يمني مقيم يتواجد معه بنفس اللحظة في المنفذ من أجل أن يستضيفه على اسمه. لكن بعد دخولهم من المملكة وأول عملية تجديد، البعض منهم لا يجد المستضيف، فاضطر أن يبحث عن بدائل أخرى. قد تكلف أحيانا إلى مبالغ 1500 ريال أو 1000 ريال عند كل عملية تجديد. والبعض الآخر والذي أنا منه طبعا يتعرض للابتزاز من المستضيف، يضطر أن يدفع عند كل عملية تجديد مبلغ معين إلى المستضيف، وهذا بدون وجه، بدون أي وجه حق. اليوم رحت يا ناس، أنا واحد اسمه أكرم النقيلين في أبها، دخلنا مدرسة حكومية عشان نسجل ابنه من الزيارات العائلية. دخلنا لعند مدير المدرسة نسجل ابنه، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلوا. قلنا له يا معلم نشتي ندخل هذا يدرس عندكم. إيش وضعه؟ وضعه والله زيارة عائلية. طب والله الزيارة العائلية يا ناس السيستم ما يقبلهم، النظام ما يقبلهمش. طيب والحال؟ النظام ما يقبلهمش والحال؟ طيب يا مدير المدرسة، قال والله ما أدري، لكن إذا تبغوا تدرسوا ابنكم بالفصل مع زملاء هذولي، بس لا تجوش تطالبوني آخر السنة بشهادة، لأنه ما بيطلع له الشهادة، لأنه مش مسجل بنظام الوزارة التربية والتعليم، نظام نور. طيب والحل يا مدير المدرسة؟ الحل خلوا سفيركم يتحرك يعمل خطاب للديوان الملكي، وهم بيتجابوا معه خلال أسبوع. لا ضعينا حنا مع يضعوش قهالنا، الموضوع ما فيه إنه في السعودية المقيمين واللي معاهم هوية زائر يعرفوا يدرسوا عيالهم بالسعودية بحكم إنه حرب داخل اليمن، بس اللي يجيب زيارة عائلية ما يقدرش يدرس. ليش؟ لأنه النظام بوزارة التربية والتعليم في السعودية ما يسمحش. طيب كيف بيسمح؟ أتكلموا ناس أولياء أمور يمنيين في مدرسة، قالوا له المدير حق المدرسة السعودي هذا قال إذا اتحركت السفارة اليمنية وقدمت طلب للديوان الملكي بيتفاعلوا معهم بأسبوع وبيدرسوا الأطفال له زيارة عائلية. يعني الآن نناشد إحنا السفير حقنا اليمني، نناشده مش إنه يؤدي واجبه كسفير، لأنه لا فكر يؤدي واجبه كسفير مش نتخارج، يؤدي واجبه كأب يشي يدرس عياله كأب للأطفال. إذا تابعنا هذه المشاركات من خلال واتساب، وربما الشباب طرحوا بعض المقترحات لحل هذه المشكلة بأنه تفاعل السفارة مع الجهات السعودية وشرح الموضوع حتى يتم استثناء اليمني من هذا الوضع. ربما حدث ذلك في مشاكل سابقة كان يعاني منها ذوي هوية زائر، وتم معالجة هذا الموضوع ومنحهم تمديد من قبل السلطات السعودية. الآن نستطلع أيضا ونقرأ معكم بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال فيسبوك. الأخ حمزة يقول المغترب بشكل عام يواجه صعوبات كثيرة، منها نظام الكفالة ومكتب العمل، توطين المهن، صعودة أغلب القطاعات، العنصرية، الغرامات والتجديد، وخاصة مع ركود أسواق العمل، عدم استيعاب أبناء اليمنيين في المدارس خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، والواجب أن يكون لليمنيين وضع خاص واستثنائي في التعليم والصحة بحكم الحرب. الأخ أنور يقول الإقامات، حتى الإقامات كأنه يكلم واحد صاحبه، يعني حتى الإقامات غالي. اليوم درسنا يوسف خاص، قال لك الأجانب آخر شيء يسجلوا. أنا ما فهمت هذه الحركة. الأخ أحمد يقول المدرسة أكبر أهم، أولادنا قاعدين والمدارس شغالة. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من المنصة، كما عودناكم دائما بأن نكون قريبين من المواضيع التي تهمكم. نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى اللقاء.